هو الفوسفات ماشي في ثنية صحيحة لأن النقابة ضربت شوية على يديها. كان 4000 ونخرجوا في عشرة آلاف طن، توا لينا 16000 ما خرجوش حتى 2000 طن. السكة كانوا يحبسوا فيها جماعة المكناسي وجماعة بوزيان، يحبوا يخدموا يجوا للسكة ويسكروها. ما تنجم تولي اقتصادك واقف إلا ماذاك عندك ناس شادينك مش بسراق. موظف عنده دار بجوز مليارات هو يخلص 1,200,000، انت ما تسالش سؤال هذا روحك. ثم ناس مريضه بالكرسي، نجيب الشابي من قبل طول دنت وانا يحب الكرسي تو شايب عمره 100 سنه، يا اخي انت تحب تصلح تصلح. حتى الديمقراطيه نتاع عام 70 مش ديمقراطيه نتاع تو. مشكله الفوسفات في قفصه مشكله نتاع القفاصه، حتى واحد ما تدخل فيها. المتلوي فيها زوز عروش يحبوا يحكموا، المضيله فيها عرش العكارمه ولاد الهنشريه ولاد بو يحيى يحبوا يخدموا، والناس الكل في قفصة تحب تخدم في شركة فوسفات قفصة. والدولة أين الدولة؟ الدولة موجودة، ما نجمتهمش الدولة. يا أخي الدولة بربك، الدولة إذا كان هم مالي البلاد يحبسوا فوسفاتهم ويحبسوا دنيتهم، ديجا شهرياتهم حبست. وقت يحبسوا فوسفات تحبس شهرياتهم. ناس موالفة بريت نتاع زوز ملايين نخلصوا 1,400,000 و1,600,000، توا الفوسفات ماشي في ثنية صحيحة لأن النقابة ضربت شوية على يديها. مشكلتنا في قفصة النقابات راهو يكذب عليك. تقول أنت تغول النقابات غاديك؟ تغول الدولة؟ تغول بشكل كبير. ما عندناش دولة نحن من بعد الثورة لتو. دور نتاع، نعطيك مثال، قبل الثورة شركة فوسفات قفصة كانوا فيها 4000 خدام، تو عندك 16000. وكانت 4000 ونخرجوا في 10000 طن، تو لينا 16000 ما خرجوش حتى 2000 طن. انت وقت جيت من قفصة؟ جيت تو. الشركة تحب توصل برشا فوسفات، توصل القابس، توصل الصفاقس، توصل الصغيرة، يلزمها برشا إنتاج. إذا كانت الترينات بركة ما تنجمش، يجوك اللي كنت عندك كمين يقترحوا عليك، تعمل كونتراتو، تهزلنا أنت الفواياج على 20000، أنت توافق، الشركة توافق، يمشي يخدم على روحك. السكة كانوا يحبسوا فيها جماعة المكناسي وجماعة بوزيان، يحبوا يخدموا، يجوا للسكة ويسكروها. ولو كان مشوا من الكمين الفوسفات لو زاد حبس أكثر. والناس جماعة الكمين ولوا هاربين من الجملة هذيا وما عادش تو يحبوا يخدموا الفوسفات، لأنهم يكذبوا عليكم في كذب كبير ياسر. شنو اللوبينغ؟ شنو ثم واحد يا أخي شركة فوسفات قفصة يأثر عليها بشر؟ هو ثم عباد في بوزيان وفي المكناسي حبسوا يحبوا يخدموا، وهموهم في بوزا في مكناسي اللي عندهم فوسفات، شو يعملوا في دراسة لقوا تخسروا الدولة على الفوسفات هذاك أكثر من إنتاج، حبسوه. قال لك تكذبوا علينا، ما ثم في صوت ما تحبوش تخدموا لنا، سكروا السكه. اش تعمل هنا الشركه؟ تمشي للكماين. اما تو هانم يخدموا مع بعض، هاني الانتاج كبير ياسر. تو الانتاج كبير تو. وزيد معمل الاخر تاع الصغيره تاع الهنود يخدم في السي جي تكرير الفوسفات، هذاك التورناطه بتاعه ب $800، التورناطه. فهمتني؟ الامور ماشيه باهيه باهيه برشا، المشكله الوحيده السياسيه تو. لحاق اقتصاديه، ما تنجم تولي اقتصادك واقف الا ماذاك عندك ناس شادينك مش بسراق. ما تنجمش، ما عندك سراق ما تنجمش تعمل ثروة، عندك سراق ما تعملش ثروة. احنا تو فلوس موجودة في تونس، يبطلوا السرقة، يبطلوا السرقة، تسمع فيها، يبطلوا السرقة تو تونس ترجع لاباس عليه. لو انت ما تحيرش في بشر يخدم في وزارة التجهيز، موظف عنده دار بجوز مليارات هو يخلص 1,200,000، انت ما تسالش سؤال هذا روحك. احنا اكبر شعب سراقه، نمتازوا بالسرقه. حتى خضار تشري من عنده 3 4 سلقي بزربه يقول لك 800 وهم 600. احنا في طبيعتنا هكا، سبحان الله، ربي يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن نفسيتنا تو مريضه، نحن ولينا نحبوا الحليب ياسر، تو كان ملاح ما نشربوش. ولينا نحبوا السكر ياسر، هانو كان السكر ما نشربوش. ولينا نحبوا القهوه، الناس الكل يحبوا يشربوا قهوه، كان قهوه ملاوحه ما شريتوهاش. يعني ثم حوايج راهي بسيطه، وهذا شكون يعملوا فيها؟ يعملوا فيها اصحاب اللي ما يحبوش يسيبوا الكراسي، ثم ناس مريضه بالكرسي، نجيب الشابي من قبل طول دنتي وانا يحب الكرسي تو، شايب عمره 100 سنه، يا اخي انت تو تحب تصلح تصلح. حتى الديمقراطيه نتاع عام 70 مش ديمقراطيه نتاع تو. ديمقراطية عام 70 عمرها ما تكون ديمقراطية 2023.